السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في سلسلة All About Dental Composite هحاول إن شاء الله أنه أوضح كثير من المفاهيم يلي ممكن تكون صعبة أو معقدة بالنسبة لحشوات الكومبوزيت. أيضا رح أخصص وقت إن شاء الله من خلال السلسلة لنفهم خطوات عمل حشوات الكومبوزيت بطريقة مثالية، وأيضا نفهم بعض التكنيكس وبعض التيبس والتريكس إلى علاقة بتطبيقات خاصة بحشوات الكومبوزيت، سواء في الأسنان الأمامية أو في الأسنان الخلفية. نحكي أيضا عن بعض التيبس والتريكس اللي إلى علاقة باللايت كيورينج، وأيضا بالماتريسينج، وضع المساند أو كيفية وضع المسندة بطريقة إن شاء الله نقدر نعرف تفاصيل أكثر. أيضا راح أحكي أيضا عن اللايرينج تكنيك في مجال الكومبوزيت، الموضوع اللي أحيانا بيكون عسير الفهم، إن شاء الله راح أحاول أيضا أحكي عنه بشكل مبسط ويوصل إن شاء الله للزملاء. فتابعوني من خلال السلسلة. الجزء الأول اليوم إن شاء الله حنحكي عن مبادئ أساسية في تركيب الكومبوزيت لنفهم الأداء السريري للمادة، ونفهم هذا الاختلاف الموجود في الماركت بين أنواع الكومبوزيت، ونأخذ نظرة تاريخية على حشوات الكومبوزيت حتساعدنا فيما بعد إن شاء الله لنفهم هذا النوع من الريستوريشن اللي يشكل حقيقة العمود الفقري لمعالجاتنا في عيادة الأسنان. خلونا نبدأ. بداية أود الإشارة حاشرة دعمكم خلال لايك، من خلال الاشتراك والمشاركة، كل هاي الأمور إن شاء الله بتساعد في انتشار المحاضرة وانتشار العلم، وأسأل الله أنه ربنا يكتب الأجر لنا جميعا. فيما يخص تعريف الكومبوزايت، في البداية الحقيقة كلمة كومبوزايت مصطلح العلمي هي مادة بتتكون من سواء من مادتين أو ثلاثة أو أكثر. مجموعة من المواد هي لما بتعمل مركب من دون ما يحصل تمازج يؤدي لأنه تتحول هالمواد لمواد أخرى، بمعنى أنه كل مادة تحتفظ بشخصيتها لتشكل مركب بخصائص مختلفة، لكن لا تزال كل مادة موجودة بنفس قوامها وخصائصها داخل هذا المركب، فهذا يدعى الكومبوزايت. مثال عليه الحقيقة هو الأعمدة الخرسانية المسلحة المستخدمة في البناء اللي منشوف فيها نحن المادة السمنتية اللي ممكن نعتبرها مثل الماتريكس، والحديد اللي بيدخل فيها اللي ممكن نعتبره مثل الفيلر. هذا المزيج بيعطيني العمود الخرساني المسلح اللي يستخدم في البناء. نفس المبدأ، نحن الماتريكس اللي رح ندرس فيما بعد ونشوف مكوناته مع الفيلر اللي بتشكله الجزيئات المختلفة المواد المالئة بشكل مادة الكومبوزايت. معنى آخر، فالكومبوزايت هو عبارة عن displaced face of filler particles موزعة ضمن مادة متجانسة تحتوي على هذه المواد المالئة. تاريخيا نحن إذا بدنا نحكي الكومبوزايت، نحن في بدايات في نهاية القرن الثامن عشر أو في 1878 كان موجودة حشوات سيليكات سيمنت، ظلت لفترة طويلة تستخدم قبل أن يحل محلها الأكريليك ريزين بال 1930، وبعد هيك كومبوزايت دخل الماركت بالستينات تقريبا، وظل الحقيقة يعيش سلسلة من التطورات لوصلنا للكومبوزيت المختلف المتنوع الموجود في السوق بكل خصائصه. حنحكي كمان إن شاء الله من خلال السلسلة عن الأنواع المختلفة. بالنسبة للسيليكا سيمنت الحقيقة هو كان عنده بعض الخصائص الجيدة، منها التأثير المضاد للجراثيم، سهولة الاستخدام وسهولة استعماله، لكن الحقيقة كان يعاني من أنه حوافه جدا ضعيفة، كان نشوف دائما في جاب تحصل بين الحشوة والسن، وأيضا هو بسبب الحموضة المرتفعة كان يعطيني نوع من الريتيشن للبالب، والحقيقة كان من الشائع أنه نشوف نيكروسيس في البالب تحت حشوات السيليكات سيمنت. طبعا بسبب هاي الخصائص السلبية، بسبب الانحلالية العالية لهي المواد، كان هناك سعي لتطويرها، فحصلنا على حشوات تجميلية أفضل من السيليكات سيمنت اللي هي الأكريليك ريزين اللي ظهرت تقريبا بال 1930. كانت بتعاني من خصائص فيزيائية ضعيفة، كانت معاملة التمدد الحراري تبعها مرتفع، وكلنا نحن نستخدم الأكريل إلى الآن ونعرف الحقيقة المشاكل اللي بيملكها، منها طبعا التقلص التصلبي العالي اللي طبعا بسبب هذا التقلص التصلبي العالي كنا نشوف مع حشوات الاكريل وجود فرط في حساسية الأسنان، وجود تسوسات أو نخول بسبب الجاب، وأيضا حدوث تلون. بال 1970 تقريبا دخلت الكومبوزيت ريزين كومبوزيت للسوق، بدأت طبعا على شكل تو بيست، كانت كيميكال كيور، وتطورت فيما بعد دخل المايكروفيل كومبوزيت، وبدأنا الحقيقة نحكي فيما بعد بالهايبريد كومبوزيت، وبعد هيك بالنانو كومبوزايت، فصار في عنا الحقيقة مجموعة من الأشياء اللي حنحكي عنها أكثر مع تقدم المحاضرة. بدايات استخدامه الحقيقة كان يستخدم أنفيلد، كان يستخدم كماتريكس بس،
لكن لاحظوا انه كان يعاني من تقلص تصلب عالي جدا، لانه حنشوف فيما بعد لما ندرس المكونات الماتريكس او الريزن ماتريكس بيعاني من هي المشكله، وهذا السبب اضافوا له الفيلر فيما بعد. فالفيلر هي اللي اعطت بعدين تحسين للخصائص، وايضا تحسين الخصائص الميكانيكيه، وبعد هيك حتى ظهر اللايت كيور، وصار عندنا لايت كيور دوال كيور كومبوزايت، مجموعه متنوعه جدا من القوامات المختلفه للكومبوزيت رح نحكي عنها ان شاء الله في مع تقدم السلسله. طبعا ساعد على انه الحشوات الكومبوزيت لاقت رواج في السوق هو ظهور ايضا بعض التطور على مستوى عمليه الايتشنج وعمليه البوندينج، اللي الحقيقه هي اللي اعطتني النقله النوعيه في استخدام او في الاعتماد على حشوات الكومبوزيت، مو بس بديله للحشوات الاكريليه، حتى بديله للحشوات الاملجاميه يلي ظلت لفتره طويله من الزمن الحقيقه تعتبر حشوات عمليه وغير قابله الحقيقه ل الاستبدال بحشوات الكومبوزيت بسبب الفارق الكبير من ناحية الخواص الميكانيكية. فحتى عملية البوندينج نفسها وتطورها أدت لتحسن في خصائص الميكانيكية للكومبوزيت نفسه. بال 1955 تقريبا بونوكور أوجد تقنية الأسيد إيتشينج، حكيت عن هذا الأمر لما حكيت في سلسلة All About Bonding. بنصحكم أنه الحقيقة هي السلسلة تحضروها، أنه لها علاقة وثيقة الحقيقة بنجاح حشوات الكومبوزيت، فلا يمكن أنه التقدم في سلسلة الكومبوزيت منه دون ما يكون من الأساس في معرفة كاملة عن البوندينج. دكتور باون تقريبا بال 1956 عمل النقلة الكبيرة في عملية تطور الكومبوزيت. الدكتور باون طبعا رجل توفى من فترة قريبة، هو اللي طور البيس جاما، والمونومير هذا البيس جاما اللي هو ميتاكريلات مونومير، وكان بديل لمادة البي ام ام اي اللي كانت مسؤولة بشكل رئيسي عن الدروباكس اللي شفناها مع حشوات الاكريل. فهذا الرجل تقريبا بال 1960 ايضا مع وجود ما يدعى بالسايلنت كوبلينج ايجنتس او ابتكاره في السوق، قصر نقدر نحن نحكي عن حشوات كومبوزيت فيها كل خصائص الريزن ماتريكس الجيده مع كل خصائص الفيلر المطلوبه، ايضا مع كل ما يقدم الكوبلينج ايجنت من تحسين فيها خواص الاثنين. فصار في الامكان الحقيقه انه نعتمد على حشوات الكومبوزيت في الاداء السريري، وتم استبدالها بشكل كامل عن حشوات الاكريليك ريزن. طبعا بعد هيك تابع التطور بال 1970 تقريبا كان عندي اول حشو كومبوزيت ضوئي فينا نقول من خلال الالترا فيوليت لايت. بعد هيك ظهر حتى الفيزيبل لايت كيورينج يونت، وظهر بال 1976 مايكروفيل، لانه وجدوا انه الحشوات القديمه كانت صعبه الفينيشينج فكانت تتلون بسرعه، فظهر المايكروفيل اللي اعطاني خواص تجميليه عاليه. بال 1980 ظهر الهايبريد كومبوزيت اللي الحقيقه جمع بين خواص ميكانيكيه العاليه اللي موجوده بالكونفشنال كومبوزايت والخصائص التجميليه العاليه الموجوده بالمايكروفيل. وتتابع طبعا التطور، شفنا الجيل الاول من الاندايركت كومبوزيت بالثمانينات، وبالتسعينات ظهر السيكات جينيريشن من الاندايركت كومبوزيت، وهو كومبوزيت اللي بيتم عمله في المعمل حاحكي كمان عنه من خلال السلسله. تتابع طبعا ب 96 تقريبا تم ظهور الفلوبل كومبوزيت في السوق. بال 1997 ظهرت الباكابل كومبوزايت القابله للدك، وكانت عملت الحقيقه نقله نوعيه في الماركت، وظهرت بعد هيك طبعا تطورات اكبر بكثير من خلال ظهور الاورموسيرز والنانو فيل كومبوزايت بال 2003 تقريبا، وبال 2009 مع ظهور سيلف ادهيزف كومبوزايت صار فينا نحكي عن تقدم كبير ورائع وسهوله في عمل حشوات كومبوزيت في منتهى الجماليه مع اداء سريري طويل الامد. طبعا جزيء اللي عم نحكي عنه الاوليغومير اللي هو بيس جاما اللي عمله دكتور باون، تميز بانه هو طبعا عباره عن بولار سايد جروبز بتعمل زيادة في ربط السلسلة هيدروجينية الرابطة. الفكرة هو انه الأوليغومير هاد كان باي فانكشنال، فصار في عندي من خلال هاي باي فانكشنال فانكشن صار في عندي كروس لينكينج، عمل لي بروفينج في السترينجز اوف ذا بوليمر، بالتالي انعكس على الاداء السريري للحشوات. هنشوف طبعا من خلال هذا الرسم كيف الميتاكريلات البي ام اي البي ام ام اي اللي كان موجود مع الاكريل، كيف طريقة الانتظام والكروس لينكينج بتعطي هذا الفراغ يلي بيعمل، واللي هو طبعا الشرينكج اللي بيحصل بعد عملية البوليمريزيشن، في حين مع ظهور الأوليغومير البيس جما كيف البوليمريزيشن الشرينكج صار أقل، وحتى الحقيقة من خلال تقنيات اللايت كيور و
بعض التقنيات الأخرى اللي رح نحكي عنها، صار عم نحكي عن شرينكج في منتهى الضئيل. فإذا الميتيلميثاكريلات المتبلمر كان بيعاني من مارجنال ليكيج، كان بيعاني من شرينكج عالي، فكان الحقيقة مشكلة كبيرة مع هاي الحشوات. هذا السبب أنه كان من الصعب الاعتماد عليها بشكل مطلق في معظم حالاتنا السريرية، لكن مع ظهور مثل ما شفنا البيس جاما، وأيضا مع ظهور الفيلرز بأنواع سيراميك فيلرز، حصلنا على حشوات كومبوزيت يمكن الحقيقة الاعتماد عليها، ويمكن حتى الاستغناء عن الملجم بشكل كامل. طبعا هون بيطرح سؤال أيضا، أنه هل بالنسبة للحشوات الإكريلية القديمة مع الميتين ميتريلات، هل كان في فيلرز بالريستوريشن؟ لا، ما كانت مطروحة أصلا فكرة الفيلرز، فكان فينا نعتبر أنه الريزين الأكريليك ريزين هو أنفيلد أكريليكس، ما في عندي فيلر داخل الميتيريال. طبعا هذا يعزى بشكل رئيسي لانه عدم القدره على عمل الكروس لينكينج بسبب انه يفتقد هذا العنصر للقدره على الربط، على عكس البيس جاما اللي اتاح لي هذا الامر. الان بيجي سؤال، شو السبب او شو الاسباب اللي بتدفعنا لنستخدم الكومبوزيت في المجالات السريريه؟ شو الادفانتج اللي بيملكها؟ شو الانديكيشن بناء على هاي الادفانتج؟ وشو الدروباكس وشو الكونترا انديكيشن بناء على هاي الدروباكس؟ احنا بالنسبة للحسنات الكومبوزايت حنحكي عن المزايا المهمة اللي نحن بنعرفها، هو انه كونه تجميلي يعتبر نوعا ما محافظة على السن، بمعنى انه ما عاد صرنا بحاجة لانه تطبيق مبادئ بلاك اللي كنا نعملها مع الاملجم، ما لنا بحاجة لانه نعمل زوايا قائمة لتمديد وقائي، بنكتفي باقل حجم حشوة ممكن. ايضا هو اقل تعقيدا بسبب ذلك، فايضا بسبب عزل الحراري، فالحقيقة بيتغلب لي على مشاكل النقلية الحرارية اللي كانت موجودة بالأملجام. ممكن استخدامه بشكل تقريبا مطلق لكل أنواع الحشوات، مو مختص بمنطقة معينة بالفم، وبسبب ظهور البوندينج في طب الأسنان قدرنا نحصل على ريتينشن عالي، على تسرب حفافي في حده الأصغري، وأيضا صار في قدرة أنه من خلال موضوع الفيلرز وتنوعه و جزيئات الفيلر المختلفة، وصلنا للنانو في الكوموزايت، صار بالإمكان نحصل على خواص ميكانيكية وتجميلية عالية. أيضا بيتميز بقابليته للإصلاح، ممكن حتى نعتبره هو الحقيقة مقوي للسن، بيزيد من قوة السن خلال عملية البوندينج، يعتبر حتى من الناحية الاقتصادية ما له مكلف، ما له باهظ الثمن قياسا بمثلا الترميمات الخزفية. لكن بالمقابل هناك بعض الديس أدفانتجز الموجودة بالكومبوزيت، منها مثلا عدم القدرة على مقاومة للنخر مثل حشوات الجلاس أينومر، ممكن يعتبر أنه مخرج لللب خصوصا في الحشوات العميقة، مقاومة السحل فيه منخفضة، يعتبر تكنيك سينسيتيف يعني محتاج معرفة وخبرة لتطبيقه بشكل مناسب وجيد. الكالر استابليتي فيه ممكن نعتبره مثار يعني شك، ممكن نعتبر انه التقلص التصلبي البوليمريزيشن شرينكج ايضا ممكن يعتبر دروباك مع الكومبوزايت، وان كان هذا الامر قل كثيرا من خلال مجموعة من الامور حاحكي عنها في محاضرة مفصلة، كيف نحن بنقدر نتغلب على المشكلة وكيف نتخلص بكثير من المشاكل اللي كنا نعانيها مع الكومبوزيت. ايضا يعتبر قابلية ترطيبه للسطوح الحقيقة ولزوجته العالية ممكن نعتبرها مشكلة، ممكن حتى نعتبر المعامل التمدد الحراري بالرغم من أنه هو أفضل من الحشوات الملكمية لكن لا إزال هو أعلى منه مع السن. ممكن حتى نحكي عن الكالر ستابيليتي، عن الميكرو ليكيج اللي ممكن يؤدي لفرط حساسية، لتسوس أو نكس نخر، لتلون ولتأثر اللب وغيرها. طبعا بالنسبة للإنديكيشن مع الكوموزايت، نحن الحشوات الكوموزايت وجدت للترميم التجميلي، تستخدم لأسباب جمالية كبارشال فينير، كفول فينير، دايركت فينير، لتعديل كونتور السن، لإغلاق الدياستيما، لإصلاح مثلا كسور في الأسنان الأمامية، لمعالجة الأبريجن، معالجة التآكل الأوريجن، وحتى حالات الإنيمال هيبوبليجيا الهيبوكالسفيكيشن، هي كلها تعتبر ضمن إطار المعالجات الأيستيتيك اللي ممكن يقدم لها الكومبوزيت. أيضا في سياق المعالجات الترميمية ممكن استخدام الكومبوزيت في حالات جميع أصناف بلاك الكلاس 1 2 3 4 5 و 6 ريستوريشن، ممكن نستخدمه ككور بيلد أب، ممكن نستخدمه أيضا كتمبروري ريستوريشن من خلال الموك أب، من خلال الميتاكريلات اللي تستخدم في عملية الترميمات المؤقتة، ممكن نستخدمه أيضا في مجال الأورثودونتيك كالادهيزف للبراكيت، وايضا كسيمنت مع الاندايركت ريستوريشن، ممكن نستخدمه كبيريودنتال سبلينتينج ايضا كجبائر لثويه، وايضا ممكن نستخدمه كريستوريشن للاسنان
اللي ضعفت بشكل كبير، لحتى نعمل نوع من التقوية لها من خلال الاعتماد على البوندينج، على البوندد ريستوريشن. أما الكونترا إديكيشن مع الكومبوزايت، فنحن طبعا الحالات اللي ممكن نعتبر أنه الكومبوزايت لا يجب استخدامه هي طبعا مش مضادات استطباب مطلقة، ممكن أنه نحن يعني من خلال بعض الإجراءات نتجاوز هاي المضادات الاستطباب. الأولى هي الايزوليشن، في حال تعذر حدوث أو إمكانيتنا لنعمل إيزوليشن كويس لازم ما نستخدم الكومبوزيت، لأنه مثل ما بنعرف بيعتمد على البوندينج اللي لازم يتم تطبيقه بشكل احترافي. ففي كل مرة بيكون في شك في الإيزوليشن لازم نتوقع فشل لحشرات الكومبوزيت وما لازم نستخدمها. الكونتر إديكيشن الثاني هو الأوكلوجين. نحن لو مثلا كان في عندي بعض المناطق اللي تتعرض لجهود إطباقية عالية جدا، ما لازم هون بهالحالة نستخدم الكومبوزايت. وبرغم ذلك الحقيقة ممكن في بعض الأحيان في الأسنان الضعيفة أن نستخدم الكومبوزايت للعكس لحتى نقوي بنية السن، لكن نحن بكون أفضل مع الحالات أنه نستخدم الاندايركت ريستوريشن. ممكن أيضا يعتبر الروت كاريز، يعني أي تسوس يمتد لجذور الأسنان، ممكن نعتبر أنه كونترا إديكيشن الكومبوزايت بسبب أنه لا يمكن تخريش الملاط، من الصعب حصول على بوندينج كويس بين الكومبوزايت والروت سيرفيس. تقريبا لاحظ يعني من خلال دراسات طويلة الأمد على أنه دائما حشوات على مستوى الجذور بيكون في عندي جاب كبيرة، والحقيقة جرت مجموعة من الدراسات لتحري هذه الظاهرة وأسبابها. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، بتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة. نلتقي إن شاء الله لمتابعة هذه السلسلة ونحكي إن شاء الله أكثر عن أسرار الكومبوزيت وتطبيقه سريريا. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.